بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن درس عجيب صراحة. انظر معي في هذه الصورة. طبعا هذه الرسالة موجهة إلى كل مدخن أو يفكر بالتدخين. انظر ماذا يفعل التدخين في جسمك. في أحدث بحث علمي أجمع العلماء أن التدخين يحوي 6000 مادة كيميائية تؤثر بشكل خطير على معظم أجهزة الجسم، والتدخين يسبب الشيخوخة، أيضا سن اليأس المبكر، وأيضا العقم لدى النساء، أيضا مرض السكر، ويضاعف خطر النوبات القلبية 6 أضعاف، أيضا يشل نظام المناعة ويرفع ضغط الدم، أيضا خطر جفاف الجلد. التدخين يتلف الجلد، يتلف أيضا الأسنان، أيضا تخرج تقرحات في الفم بسبب الدخان، أيضا يضعف البصر، خطر ذات الرئة، أيضا يضعف العظام، يضعف أيضا مخاطر الاضطرابات النفسية في الدهون، أيضا يسبب سرطانات كثيرة مثل سرطان الجلد وسرطان الفم وسرطان الرئة وسرطان القصبة الهوائية. وأيضا الأم المدخنة تسبب مخاطر للجنين أو الطفل، تبدأ من التشوهات وتنتهي بالسرطان. والنتيجة التي وصل إليها هؤلاء العلماء أن التدخين هو القتل بشكل بطيء للنفس. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم، إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء آية 29. والله أعلم.